السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعينا الاعزاء مباراه الجزائر والكاميرون بدايه المباراه في الدقيقه ال12 اول تهديد من منتخب الجزائر اسلام سليماني يسدد الدقيقه الـ 16 منتخب الجزائر يسيطر على الكره في الدقيقه ال25 هدوء وفي الدقيقه ال41 اسلام سليماني يسجل الهدف الاول لمنتخب الجزائر من ضربه راسيه اثر كره عرضيه مقوصة من يوسف بليلي نهاية الشوط الأول ألف مليون مبروك إن شاء الله المباراة تكمل بالفوز بإذن الله طبعا الهدف فرحنا إلى الآن النتيجة 1-0 الحمد لله رب العالمين في الدقيقة الواحد واربعين إسلام سليماني بيسجل الهدف الأول وكده انتهى الشوط الأول وإن شاء الله الشوط الثاني عد على خير بإذن الله بالفوز للجزائر إن شاء الله وإن شاء الله يبقى يوم سعيد علينا وعليكم وبكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله والسلام عليكم